السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا شباب؟ أسأل الله العظيم أن يحفظكم وأن يكتب لكم وأذان العافية أجمعين. خلصنا مع بعض الأركان الموضوعية العامة، وعرفنا أن هذه الأركان أربعة: الرضا والسبب والمحل والأهلية. النهاردة هنكمل مع بعض باقي أركان، وهي الأركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة. وحضارة اليوم موضوع المحاضرة الشروط الموضوعية الخاصة لعقد الشركة. هذه الشروط أو هذه الأركان ثلاثة: 1 تعدد الشركاء، 2 تقديم الحصص، 3 نية المشاركة واقتسام الأرباح أو الخسائر. نيجي للعنصر الأولاني من عناصر المحاضرة، وهو تعدد الشركاء. أنا هشرحه في صيغة سؤال: بين مدى صحة أو خطأ العبارة الآتية: يختلف الحد الأدنى والأقصى لعدد الشركاء باختلاف شكل الشركة. سؤال تاني: بين مدى صحة أو خطأ العبارة الآتية مع التعليل المناسب: يختلف الحد الأقصى والأدنى لعدد الشركاء باختلاف شكل الشركة. العبارة صحيحة، العبارة صحيحة. أولا، لم يعد لركن تعدد الشركاء بالنسبة لشركة الشخص الواحد وجود، لم يعد لركن تعدد الشركاء بالنسبة لشركة الشخص الواحد لم يعد له وجود، لأن هذه الشركة هي مملوكة لشخص واحد بيكون هو مؤسسها وهو مالكها. ففي هذا الشكل من أشكال الشركات لم يعد لركن تعدد الشركاء وجود فيه. أما بقية أشكال الشركات فلا قيام للشركة إلا بتعدد الشركاء، لكن عدد الشركاء يخضع لقواعد معينة تختلف باختلاف شكل الشركة. خلاص كده، عدد الشركاء بيخضع لقواعد معينة تختلف باختلاف شكل الشركة. ففي شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحصة الحد الأدنى لعدد الشركاء 2، بينما لا يوجد حد أقصى لعدد الشركاء. وإن كان الحد الأقصى في شركات الأشخاص غالبا ما يكون محدود، وفي شركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدود الحد الأدنى لعدد الشركاء 2، ولا يوجد حد أقصى لعدد الشركاء في شركة التوصية بالأسهم، في شركة التوصية بالأسهم. لكن زي ما قلنا قبل كده، في الشركة ذات المسؤولية المحدودة القانون وضع لها حد أقصى لعدد الشركاء، وهو ألا يزيد عدد الشركاء عن 50 شريك. باقي شركة المساهمة الحد الأدنى لعدد الشركاء المؤسسين 3. ركز، الحد الأدنى لعدد الشركاء في شركة المساهمة الشركاء المؤسسين 3، ولا يوجد حد أقصى له. وإن كان الحد الأقصى لعدد الشركاء فيها غالبا ما يكون غير محدود. بالتالي اتضح من الأحكام الصارمة بيانها أن فعلا الحد الأدنى والحد الأقصى بيختلف باختلاف شكل الشركة. الحد الأدنى والحد الأقصى لعدد الشركاء يختلف باختلاف شكل الشركة. نيجي للعنصر الثاني من عناصر محاضرتنا، وهو ركن تقديم الحصص. ركن تقديم الحصص: يلتزم كل شريك بالمساهمة في استغلال المشروع النشاط الذي قامت الشركة من أجل تحديده. خلاص كده، يبقى كل شريك بيلتزم أنه يساهم في استغلال المشروع أو في استغلال النشاط أو في استغلال الغرض الذي قامت الشركة من أجل تحقيقه، وذلك بأن يقدم كل منهم حصة في رأس مال الشركة
في رأس مال الشركة لكي تتمكن الشركة من تحقيق هذا النشاط، لكي تتمكن الشركة من تحقيق هذا النشاط. والحصص التي يجوز للشريك تقديمها، والحصص التي يجوز للشريك تقديمها قد تكون حصة نقدية، وقد تكون حصة عينية، وقد تكون حصة عمل، وقد تكون حق للشريك لدى الغير. إذن صور الحصص الذي يجوز للشريك أن يقدمها له كحصة في رأس مال الشركة تأخذ صورة من هذه الصور الأربعة، وهي حصة نقدية، حصة عينية، حصة عمل، حق للشريك لدى الغير. بالنسبة للحصة النقدية، أولا بحسب الاتفاق ممكن نتفق مع بعض كشركاء سداد الحصة كاملة عند تأسيس الشركة، أو قد يتم الاتفاق على أن يتم سداد هذه الحصة بالتقسيط خلال مدة معينة، قيمة قسط معين نكون دفعنا قيمة الحصة النقدية كلها. خلاص كده يا شباب؟ طيب، وارد في حالة ما إذا كانت الحصة على أقساط، وارد جدا إن الشريك يتأخر في سداد قسط من هذه الأقساط في الميعاد المتفق عليه. في هذه الحالة إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة مبلغ من النقود ولم يقدمه، لزمته فوائده من وقت استحقاقه، لزمته فوائده من وقت استحقاقه من غير حاجة إلى، نركز جدا في هذا الكلام، لزمته فوائد هذا المبلغ من وقت استحقاقه من غير حاجة إلى مطالبة قضائية أو إعذار، ويجوز للمحكمة أن تقضي للشركة بتعويض تكميلي إن كان له مقتضى. خلاص كده؟ في هذه الحالة بتكون علاقة الشركة بالشريك علاقة مدين بدائنه، بتكون علاقة الشركة والشريك علاقة مدين بدائنه. فإذا تأخر الشريك في تقديم هذا الدين عن الأجل المحدد كان مسؤولا في مواجهة الشركة، كان مسؤولا في مواجهة الشركة عن سداد فوائد المبلغ الذي تأخر في سداده، وقد نظم القانون سداد هذه الفوائد، وقد نظم القانون سداد هذه الفوائد بشكل فيه خروج على حكم القواعد العامة، بشكل مخالف لحكم القواعد العامة المقررة في هذا الشأن، كذلك أيضا جاء مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية. أما عن خروج التنظيم القانوني لمسألة استحقاق الفوائد التأخيرية عن أحكام القواعد العامة فيتضح من الآتي: وفقا للقواعد العامة لا تستحق الفوائد التأخيرية إلا بعد المطالبة القضائية وإعذار المدين بها. ثلاثة، يتم احتساب قيمة الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية، لكن بالنسبة للفوائد التأخيرية الحصة النقدية في الشركة تستحق الفوائد التأخيرية من تاريخ استحقاق المبلغ، يستحق الفوائد التأخيرية من تاريخ استحقاق المبلغ وليس من تاريخ المطالبة القضائية. اثنين، تستحق تلك الفوائد دون مطالبة قضائية، تستحق تلك الفوائد دون مطالبة قضائية ودون إعذار. أربعة، لم يكتفي القانون بإلزام الشريك المتأخر في سداد حصته النقدية بفوائدها، بل ألزمه بدفع تعويض تكميلي للشركة إن كان له مقتضى. ده واضح جدا تنظيم مخالف لأحكام القواعد العامة. نيجي لمخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية. وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية لا يجوز تحديد نسبة ثابتة، لا يجوز تحديد نسبة ثابتة على أساسها تحتسب قيمة التعويض لجبر ضرر التأخير، وإنما إعطاء القاضي سلطة الحكم بالتعويض المناسب بما يجبر الضرر الناجم عن التأخير، وإلا فلا يحكم بالتعويض. خلاص كده؟ ويتضح أن القانون ناقض نفسه، يتضح القانون ناقض نفسه إزاي؟ بتحتسب، قال إيه؟ ويجوز للمحكمة أن تقضي بتعويض تكميلي إن كان لها مقتضى،
هذا الحكم يعد اعتراف من القانون ذاته بقصور تحديد قيمة الفوائد التأخيرية على أساس نسبة محددة ثابتة بالنسبة للديون المدنية 4% وبالنسبة للديون التجارية وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي. خلاص كده يا شباب. إذن لا يجوز، إذن هذا التنظيم جاء مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية. قيمة فوائد التأخير ده اعتراف من القانون بأن قيمة فوائد التأخير وفقا للنسبة الثابتة قد لا يجبر الضرر الناجم عن التأخير في بعض الأحوال. خلاص كده يا شباب. طيب نيجي ليه الحصة العينية. الحصة العينية اللي ممكن يقدمها شريك للشركة قد تكون يبيعها للشركة يعني على سبيل التمليك أو على سبيل الانتفاع. يبقى الحصة العينية اللي ممكن الشريك يقدمها للشركة قد تكون على سبيل التمليك وقد تكون على سبيل الانتفاع. في حالة الحصة العينية المقدمة من الشريك للشركة على سبيل التمليك بيطبق بشأنها أحكام عقد البيع، يطبق بشأنها أحكام عقد البيع. يكون الشريك بائع والشركة مشترية، وبالتالي على البائع ضمان الحصة في حالة الهلاك، أيضا عليه ضمان التعرض والاستحقاق، وعليه ضمان العيوب الخفية والنقص فيها. لكن لا تلتزم الشركة بدفع الثمن، لكن لا تلتزم الشركة بدفع الثمن، حيث أن هذا الثمن يمثل حصة الشريك في رأس مال الشركة، حيث يعد هذا الثمن هو حصة الشريك في رأس مال الشركة الذي يعطيه الحق الاحتمالي في أن يحصل على الأرباح. خلاص كده يا شباب. اثنين، في حالة الحصة العينية على سبيل الانتفاع بيطبق بشأنها أحكام أني عقد، برافو عليك، بيطبق بشأنها أحكام عقد الإيجار. بتكون الشركة في مركز المؤجر، بتكون الشركة في مركز المستأجر، ويكون الشريك في مركز المؤجر. وبالتالي على المستأجر أن على المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المجرة، يعني يجب على الشريك أن يمكن الشركة من الانتفاع بتلك العين، ولا تلتزم الشركة بسداد الأجرة، ولا تلتزم الشركة بسداد الأجرة، حيث تعد هذه الأجرة هي حصة هذا الشريك في رأس مال الشركة. يبقى إذن الحصة العينية قد تأتي على سبيل التمليك وقد تأتي على سبيل الانتفاع. فيما يتعلق بالحصة العينية على سبيل التمليك بنطبق بشأنها أحكام عقد البيع، أما على سبيل الانتفاع فبنطبق بشأنها أحكام الإيجار. وبالنسبة للحصة العينية على سبيل التمليك، لو كان عقار الملكية في العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل، لو كان عقار الملكية في العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل، وبالتالي لابد أن يقوم الشريك بتسجيل هذا العقار باسم شركة. وإذا كانت من المنقولات المسجلة زي السيارات فلابد أن يتم تسجيلها في الشهر العقاري، وبالتالي يقع على هذا الشريك أن يسجل السيارة مثلا في السجل أو في الشهر العقاري باسم هذه الشركة. نيجي للصورة الثالثة من الصور التي يجوز للشريك أن يقدم لها حصة في رأس المال. حصة العمل. يجوز أن تكون حصة الشريك سواء كان شريك متضامن أو موصي أو مساهم، أن تكون حصته عبارة عن عمل، مع مراعاة أنه لا يجوز للشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تكون حصته عمل، مع مراعاة أن نركز جدا، مع مراعاة أن الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تكون حصته عمل، بنص القانون محروم من أن تكون حصة الشريك في هذه الشركة عمل. يبقى يجوز أن تكون حصة الشريك عمل، يكون كل كسب ناتج عنه من حق الشركة، ولا يحصل الشريك على أجر مقابل القيام بهذا العمل، ولا يحصل الشريك على أجر مقابل القيام بهذا العمل. خلاص كده يا شباب. وهناك العديد من الضوابط التي تحكم حصة العمل، هناك العديد من الضوابط التي تحكم حصة العمل. واحد، العمل الذي يصلح أن يكون حصة في رأس المال هو العمل الجوهري الضروري الذي يسهم في تحقيق غرض الشركة. اثنين، الأعمال الفنية فقط هي لا تصلح أن تكون حصة في شركة. ثلاثة، لا يجوز أن تقتصر حصة العمل على مال الشريك من نفوذ
لا يجوز أن تقتصر حصة العمل على مال الشريك من نفوذ أو ما يتمتع به من ثقة مالية. أربعة، على الشريك ألا يمارس عملا مماثلا للعمل الذي يؤديه للشركة، على الشريك ألا يمارس عملا مماثلا للعمل الذي يؤديه للشركة سواء لحسابه الخاص أو لحساب الغير التزاما منه بعدم المنافسة. خمسة، لا تدخل حصة العمل في تكوين رأس مال الشركة. خمسة، لا تدخل حصة العمل في تكوين رأس مال الشركة إلى غير ذلك من الضوابط التي تحكم هذه الحصة. نيجي للحصة حق للشريك لدى الغير. نيجي للحصة حق للشريك لدى الغير. إذا كانت الحصة التي قدمها الشريك عبارة عن ديون له في ذمة الغير، إذا كانت الحصة التي قدمها الشريك عبارة عن ديون له قبل الغير، فلا ينقضي التزامه تجاه الشركة إلا بتمام استيفاء الشركة لهذه الديون، فلا تبرأ ذمته حيال الشركة إلا بتمام استيفاء الشركة لهذه الديون، ويكون الشريك فوق ذلك مسؤولا عن تعويض الضرر إذا لم توفى الديون عند حلول أجلها. وفي هذه الحالة بنطبق أحكام حوالة الحق، حيث يقوم الشريك في هذه الحالة، في هذه الصورة يقوم الشريك بتحويل حقه في ذمة الغير إلى الشركة، لكن القانون قرر استثناء على أحكام حوالة الحق، حيث أن الدائن في حوالة الحق وفقا للقواعد العامة لا يضمن يسار المدين إلا عند انعقاد الحوالة. وفق القواعد العامة الدائن في حوالة الحق لا يضمن يسار المدين إلا وقت انعقاد الحوالة. أما في حالة حوالة الشريك حق لدى الغير إلى الشركة، فإن زي ما قلنا حالا دلوقتي، فإن ذمته لا تبرأ في مواجهة الشركة إلا بعد تحصيل هذا الحق. فإن ذمته لا تبرأ في مواجهة الشركة إلا بعد تحصيل هذا الحق. وبالتالي نقول إن حق الشريك لدى الغير نظم القانون بأحكام مخالفة لأحكام القواعد العامة بشأن حوالة الحق، بشأن حوالة الحق. نيجي للعنصر الأخير من عناصر المحاضرة، وهو الشرط الثالث أو الركن الثالث من أركان الموضوعية الخاصة، وهو نية المشاركة واقتسام الأرباح أو الخسائر. عايزين نعرف إيه في هذا الركن؟ عايزين نعرف مفهوم نية المشاركة وعدم وجود شرط الأسد في عقد الشركة. اتنين، عايزين نعرف إيه تاني؟ عايزين نعرف قواعد اقتسام الأرباح أو الخسائر. عايزين نعرف قواعد اقتسام الأرباح أو الخسائر. مفهوم نية المشاركة يعني إيه؟ أولا، نية المشاركة بتحمل معاني عديدة. نية المشاركة تحمل ثلاث معاني. واحد، تعاون إيجابي بين الشركاء. اتنين، مساواة بين الشركاء. ثلاثة، تحمل التبعة. يبقى إذن نية الشركاء تحمل ثلاث معاني: وجود تعاون إيجابي بين الشركاء، مساواة بين الشركاء. ثلاثة، نية تحمل التبعة وقبول مخاطر الشركة. في هذه الحالة، في حالة عدم وجود أي شرط، في حالة عدم وجود أي شرط يحول دون توافر هذه المعاني الثلاثة، في هذه الحالة لا يوجد ركن نية المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر. بإذن أي شرط أو أي بند في العقد من شأنه أن يهدر التعاون الإيجابي بين الشركاء، أو من شأنه أن يهدر المساواة بين الشركاء، أو من شأنه إظهار نية تحمل التبعة ونية تحمل مخاطر الشركة، هذا هو شرط الأسد، ووجوده يؤدي إلى بطلان عقد الشركة والشرط معا. يبقى صور شرط الأسد عديدة، صور شرط الأسد عديدة. منها على سبيل المثال استئثار أحد الشركاء بالأرباح دون تحمله لخسائر، أو تحمل أحد الشركاء بالخسائر وحده دون بقية الشركاء، خلاص كده، أو الاتفاق على أن تكون نسبة أرباح بدعمه نسبة تافهة لا وجود لها بالمقابل لنية تحمل التبعة وقبول مخاطر الشركة.
هذا الشرط بنسميه في القانون شرط الأسد. وجود هذا الشرط من شأنه أن يؤدي إلى بطلان عقد الشركة والشرط معا. ده بالنسبة لمفهوم نية المشاركة وعدم وجود شرط الأسد. نيجي لقواعد اقتسام الأرباح أو الخسائر. نيجي لقواعد اقتسام الأرباح أو الخسائر باعتباره مجسد لنية المشاركة، باعتباره مجسد لنية المشاركة. قلت لحضراتكم أن وجود شرط الأسد يؤدي إلى بطلان الشرط والعقد معا. صورته استئصال شريك بكل أو معظم الربح، أو يقضي بتحصينه ضد الخسائر، أو بحرمان أحد الشركاء حرمانا مؤبدا من الأرباح، أو أن يكون نصيب الشريك في الأرباح والخسائر تافه لدرجة تصل إلى عدم الجدية، أو أن يتفق على أن يسترد الشريك حصته سالمة من كل خسارة عند انتهاء الشركة. واضح أن هذه الصور كلها تهدر مفهوم نية المشاركة بعناصره الثلاثة كما ذكرنا. نيجي لكيفية توزيع أو كيفية أو قواعد اقتسام الأرباح أو الخسائر. واضح في حالة عدم الاتفاق على قواعد لتوزيع الأرباح والخسائر، في حالة عدم الاتفاق في عقد الشركة على قواعد لتوزيع الأرباح أو الخسائر بين الشركاء، في هذه الحالة يتم توزيع الأرباح أو الخسائر بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم، بنسبة مساهمة حصة كل منهم. ده في حالة عدم الاتفاق على وجود قواعد لتوزيع الأرباح أو الخسائر. اثنين، في حالة الاتفاق على قواعد لتوزيع الأرباح فقط دون توزيع الخسائر، في هذه الحالة يتم توزيع الخسائر بذات نسبة توزيع الأرباح المتفق عليها. الصورة الثالثة، الاتفاق على قواعد لتوزيع الخسائر فقط دون الأرباح، في هذه الحالة يتم توزيع الأرباح بذات نسبة توزيع الخسائر المتفق عليها. آخر واحدة، إذا كانت حصة الشريك قاصرة على عمله، إذا كانت حصة الشريك قاصرة على عمله ولم يعين في عقد الشركة نصيبه في الربح أو الخسارة، كان له أن يطلب تقويم عمله، كان له أن يطلب تقويم عمله، ويكون هذا التقويم أساسا لتحديد حصته في الربح أو الخسارة. كان هذا التقويم هو أساسا لتحديد حصته في الربح أو الخسارة. بكده يا شباب نكون خلصنا حضراتنا. نتقابل إن شاء الله في المحاضرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.